على منتخب السنغال في الجزائر برصيد نقطة وحيدة، ثم المنتخب الزامبي بالرصيد من النقاط. تأكيد طبعا فرقة المجموعة قبل لقاءات اليوم، قبل لقاءات الجولة الثانية. تشكيلة المنتخب الكاميروني اليوم لحراسة المرمى أندوا أربعة في خط الضرب. تحضير على اليمين على نيوم في الشمال، تماس بباك الشمال من رقم الثلاثة لاعب دفاع تفرق ورا على اليمين لشانجو. طيب الدفاع بريطانيا في خطورة، ضاغطين بقوة لاعبو نجوم زامبيا على اليمين، تصل لونجو عنده فضل بخبرة، لونجو خطير، لونجو العرضية الساحرة بخطورة، رأسية ممتازة، دفاع رائع وتغطية مثالية من دفاعات الكاميروني في لقاء اليوم. في خبر كان منتخب زامبيا، لا هو الأفضل.